احنا صمدنا مع جمعه كتير. لا بس جمعه اصل انت لعبت باك رايت يعني فترات برضه. بس يعني كان بيلعب جنبك على طول. لا بس ما كنت خد بالك، ما هو انا كنت جاي بلعب في المكان ده وانا قاري. انا قاري وعارف ايه اللي بيحصل. فعشان كده انا شفت فيا. لا وانا دايما انت ايه، ما هو انت دلوقتي بتقول ايه انت انا ناس وبتاع اسكى. ما هو اسكى لعيب بقى ده مش من فراغ. انا عارف لعيب الزكي، عارف امكانيات زمايله وعارف زمايله بيعملوا ايه في الملعب. فانا شايف جمعه بعناية الاثنين دولت اي باك رايت بيلعب جنبه بيبطله، لانه بيستلم بيتزنق فيقوم يديك ببطن رجله، يديك بقى زي ما تيجي. تيجي في وشك، تيجي في بطنك، يقول لك ايه ويعمل لك كده بس. فخلاص انت قدام الناس انت مش عارف توقف الكوره، وانت فانا دلوقتي الخط وراك لو عدت اوت. انا بعد كده بشوف الحاجه يعني اللي جايه ممكن اتعامل معاها خلاص. الحاجه الثانيه وهو اما بشوف غل في الباب ببص الناحيه الثانيه بعمل ان انا مش واخد بالي من الباص، فبدل ما يدبسني ادبسه. او تديله ظهرك، تديله ظهرك وتجري. بص انا اتعلمت، انا اتعلمت من وائل جمعه. انا اسلام اما كنت بدات العب باك رايت يعني المكان برضو جديد عليا. ممكن انا عارف هاجم كده، هطلع على الخط بقى، بس في المواقف الدفاعيه وهبقى واقف ازاي، ضامن ازاي، الكلام دوت كنت لسه المفروض عايز اتعلمها. فانا اتعلمت كل ده بقى من جمعه في ماتش. هو علمني وقال لي الليله ماشيه ازاي، عشان انا يعني انا اقول لك ايه بقى، اقول لك قال لي كنا بنلعب الاتحاد السكندري. فانا بلعب باك رايت والاتحاد فايق والعمليه في 5-0. لا ده هو ده الماتش ده جابوا فينا جونين، خلص 3-2 لينا. 3-2 اللي هو لعب بخمسه راس حربه في فانا كنت بلعب باك رايت، فيعني ابقى انا قاعد قاري اللعبه وهم فايقين علينا واحنا ضايعين مش شايفين. وبعد كده بص الاقي الديفنس بتاعنا طالع كله، وبص الاقي ايه واحد معاه الكوره في نص الملعب ويجري له واحد من النص، يحطها له من فوق الديفنس وهو طالع، فيروح انفراد. انا لو طلعت معاهم برضه هو هيروح انفراد. يعني فاهم، هو برضه هيروح انفراد. احنا بنلعب غلط، احنا مش شايفين. احنا معميين. انا فاكر الماتش ده. فاطلع مع جمعه واطلع مع الناس، فاما الاقي الراجل راح انفراد فاقوم ضارب سبرنت عليه، اقول يمكن انت اللي تلبس الليله. فاجري معاه وفي اخر لحظه وانا بزحلق لا يقوم حاطط جون. فالمهم ايه، اتكرر التاني فبان ان انا اللي بغطي. بس احنا كسبنا 3-2 الماتش ده. انا نزلت وانت طلعت. فيبان ان انا بغطي. لا طلعت قدام يعني، ما طلعتش. فانا بيبان ان انا اللي مغطي الجونين وانا السبب في الجونين. وانا لسه بقى بتعلم في الباك رايت الوقفات وكلام. فانا كنا قاعدين في نقاش بقى انا وائل جمعه، قلت له يا جماعه بس يعني احنا وحشين. انا الموضوع مش موضوع سببي. قال لي بقول لك يا بركات ما تتكلمش معايا في الحاجات دي، اعمل الصح. قلت له طب والصح ان انا اسيبه يروح يجيب جون؟ قال لي اعمل الصح. انت دلوقتي الاستوديوهات التحليليه والناس كلها قاعده عماله تقول مين السبب في الجونين. قلت له بركات. قال لي حلو. قلت له اعمل ايه بعد كده؟ قال لي في الحاله اللي زي دي اعمل زينا، احنا هنطلع ونرفع ايدينا للنايمه، انت كمان اطلع معانا وارفع ايدك. والله من يومها بقيت اجري على حد، ما بجريش على حد. خلاص انت بص على جمعه، جمعه رفع ايدي وطالع، رفع ايدي وطالع اللي يحصل تولع. فالحقيقة يعني اتعلمت منه على طول. يعني اتعلمت. فخلاص عرفت القصه ماشيه ازاي. يا نجم مصر شوف صاحبك بيقطع فيك وبيقول ايه كل ده، كل الكلام اللي هو بيقوله ده وانت ساكت قاعد بتسمع بس.